طيب تعالوا سريعا علشان يعني ما نبقاش بنتكلم في نفس الموضوع اللي اتكلم. انا احب كل حلقة اتكلم في موضوع مختلف او يبقى الدايركشن مختلف. طيب احنا اتكلمنا بقى في كل اللي انا بحكيه ده الحلقة اللي فاتت، طب ايه بقى الجديد اللي انت هتقوليه لنا النهاردة؟ الجديد اللي هو انا مش جايباه، يعني مش جايباه حاجة حصري، يعني انا مش جايباه حاجة حصري. ده اللي اتقال على فكرة مع زمايلي في برنامج زملكاوي، واللي اتقال في برنامج أخبارنا وفي نهارك أبيض، يعني احنا كلنا هنا بنكمل بعض، واللي هو أصلاً أنا وزمايلي في البرامج هنا بنقوله، بنقول التاريخ، يعني أنا وزمايلي هنا بنقول التاريخ. مشكورين، يعني احنا مشكورين طبعا فريق الاعداد، سواء في برنامجي في برنامج زملكاوي، في برنامج نهارك ابيض، في برنامج اخبارنا، مشكورين كل فريق الاعداد طبعا. يعني زملكاوي اول حد اتكلم في اللي انا هتكلم فيه ده بالمناسبه، يعني من يومين مع زميلي حتى مينا ماهر. الارقام والاحصائيات دي لا تخفى على احد، لكن انا وزمايلي المذيعين وزمايلي رؤساء التحرير والاعداد بالكامل بنقول بقى التاريخ، يعني بنقوله عادي على قناتنا، احنا حرين، وبنقول ان احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر على قناتنا برضو، احنا مبسوطين وحرين، يعني ده اللي انا عايزه بس اوصله. طيب خلينا نخش في الموضوع، خلينا نبدا ببطولات نادي الزمالك في كره السله. اكتر من 59 بطوله، الدوري المصري 18 مره، كاس مصر 12 مره، كاس السوبر المصري 3 مرات، دوري منطقة القاهرة 24 مرة، دوري أبطال إفريقيا مرتين زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة. طيب نروح بقى لبطولات نادي الزمالك في كرة اليد. الزمالك في كرة اليد حقق 73 بطولة أو أكتر من 73 بطولة، أكتر فريق حقق بطولات، وصعب على أي حد أنه يحقق البطولات دي. كاس مصر 16 مرة، كاس السوبر المصري 4 مرات، كاس التميز المصري 3 مرات، الدوري العام بدون دوليين مرة واحدة، سوبر دوري المحترفين مرة واحدة، كاس الاتحاد مرة واحدة، منطقة الجيزة مرة واحدة، دوري أبطال إفريقيا 12 مرة، كأس الكؤوس كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس 7 مرات، كأس السوبر الأفريقي 7 مرات، البطولة العربية مرة واحدة، كأس العالم للأندية المشاركات 5 مرات، أو 6 مشاركات، تقريبا مرتين فيهم الزمالك قدر ان هو يعني في 3 4 مرات وصل لدور الاربعه، ومرتين فيهم على حد ذاكرتي واخدين برونزيه واحده، والكلام ده حصل في تقريبا 2000 يعني 2010 يعني 2010. عايزه اقول انه ده من بدري، وفي شهر وفي سنة 11 2011 وفي سنة 2012 حققنا المركز الرابع. فده اللي بنتكلم فيه، يعني الزمالك سباق دائما في كرة اليد، يعني وسباق في كل الألعاب، لكن احنا عشان بس في الفقرة دي أو في الحتة دي بنتكلم عن كرة اليد. طيب تعالى نروح للكرة الطائرة، بطولات نادي الزمالك في الكرة الطائرة. أكتر من 50 بطولة، أكتر من 50 بطولة، علشان كده إحنا فرسان الطائرة في الدوري الممتاز. 28 مرة فوز بالدوري الممتاز، كأس مصر 8 مرات، كأس السوبر المصري مرة واحدة، دوري منطقة القاهرة 4 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة واحدة، البطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين. دي أرقام الكرة الطائرة، ودي وغير بقى كل البطولات اللي أنا بكلمكم حضراتكم عنها دي قبل ما يتم إنشاء يعني الاتحاد، وفي بطولات من قبل كده كمان. فريق السيدات في الكرة الطائرة اللي قدروا مع الدعم ومع الفترة الأخيرة يحققوا بطولتين أفريقيتين وكأس مصر،
والجيل القديم الجيل الذهبي، كابتن وفاء عزمي، كابتن فريده عصمت، كابتن مريم عصمت، مش عايزه انسى اسماء يعني. ده جيل ذهبي قدر يحقق بطولات محترمه يعني. ف ده اللي بنتكلم فيه يا جماعه، ده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم. لما بنتكلم بنتكلم بالارقام، لما بنتكلم بنتكلم بالانجازات والحقائق والدلائل. ف وبعيدا بقى عن كل اللي انا قلته ده اللي هو قلته بقى الحلقه اللي فاتت، انا شايفه ناديه اكبر قلعه رياضيه في مصر. انا شايفه أنا ومش في مصر بس، في افريقيا والشرق الاوسط. ده حقي تماما، حقي تماما يعني. في هناك انديه كتير جدا شافت نفسها ان هي اعظم نادي واكبر نادي وفوق الجميع، و ومش بتكلم هنا بس على النادي الاهلي فقط، على فكره النادي الاسماعيلي في وقت من الاوقات كنا بنقول يعني برازيل مصر. فكل واحد يا جماعه حر تماما في انه يلقب ناديه اللي هو بيحبه. اتحاد سكندري بيلقبوا على نفسهم ان هم سيد البلد. انا حر تماما، ولكن لما بنتكلم بالارقام، ادينا اتكلمنا بالارقام والبطولات والانجازات وما شابه يعني. ف ما يعني الحمد لله يعني نادية ليه إنجازات كبيرة جدا وأرقام كبيرة جدا وسباق وصاحب الريادة في بطولات كتيرة جدا جدا. فطبيعي جدا أن يبقى شايفاه أكبر وأعظم قلعة رياضية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.